مساء الخير. مساء الخير، معكم عبد الغني عفورة، مدير شركة أفكو لأنظمة الري المحوري. نحن شركة قديمة في الجزائر، من الأول الشركات المتخصصة بأنظمة الري المحوري في الجزائر، وعندنا مركز كبير في الواد، في ولاية الواد. وشاركناهم في معرض سيبسا فلاحة في العاصمة، وهذه مش أول مرة نشارك في المعرض. نحن كل سنة بنحاول نشارك في بالمعرض وبالساحة الخارجية. أفكو عندنا مشاريع واسعة ومتعددة في الجنوب الجزائري، في الغرب وشرق الجزائر، والقادم أفضل. القادم أفضل إن شاء الله. شكرا لك. يا أهلا وسهلا بكم. معناه من الاول قبل ما يحب يعرف واش راه كيدير. شكرا شكرا لك الجميل. هذه هي مرسوم درج بيه تلفون. ايوه مساء النور. شكون معنا؟ محمد حدا، مسير شركة أفكو ميطال الجزائر. مقرنا الرئيسي بوادي سوف. نمثل الشركة التركية هنا في الجزائر. شركة نخدمو لبيفو ديريغاسيون. عندنا كل المساحات، رافقوا الفلاح يعني من البداية حتى للنهاية، يعني من تركيب المحور حتى للزراعة حتى للحصاد. إن شاء الله راح نكونوا نحن الرائدين إن شاء الله. إن شاء الله شفنا بلي جناحكم هنا في الفناء الخارجي لسافاكس جلب كثير من المهتمين. وش هو تقريبا اغلب الانشغالات واش راكم تهتموا اكثر شيء؟ والله الحمد لله نحن عندنا زباين اوفياء معنا، ونحن كنا جديين معهم، ساعدناهم ورافقناهم يعني في كل المجال، يعني ساعدناهم في الاخذ والعطاء معهم، يعني في التكنيك في البيفو. اي تكنولوجيا جديده بندخلها بنفيدوا بها الفلاح، ونحن الهدف نتاعنا ان نرافق الفلاح من البدايه حتى للنهايه، يعني موفرين كل قطع الغيار يعني في المحور، سيرفيس رابيت يعني في حاله حدوث اي امبان اي خلل. والحمد لله يعني عندنا زباين، ومش غير البيفو وحده، يعني نخدموا للسموار، عندنا لي مارك كاسباردو، يعني من احسن واجود السموار يعني في العالم، مش كان غير في الجزائر. وان شاء الله داخلين في البذور، في ان شاء الله عندنا شركه اخرى راح نجهزها ان شاء الله اسمها اجروبيك، اللي هي ان شاء الله راح تكون الرائد حتى ان شاء الله في البذور، في الاسمده، في كل شيء ان شاء الله. راح نوصل رافق الفلاح من البدايه حتى للنهايه، يعني كل شيء ان شاء الله يكون موجود عندنا ان شاء الله. في الري المحوري خصوصا في الصحراء الجزائريه للحبوب وغيرها، شحال ربما مشروع جسدتوه طول الري المحوري او الري المحوري؟ والله شوف، اكبر مشروع جسدناه يعني في مقيدا، يعني شركه مطاحن القايد فيها 50 محور بمساحة 30 هكتار، يعني ما شاء الله. الحمد لله يعني جسدنا المشروع وناجح 100% يعني ما فيه ولا مشكل. عندنا بكل منطقة، في أضرار، في أولف، في عين صالح، في تيميمون، في المناعة، يعني الحمد لله في حاس الفحل، غردايا، في ورقلة، يعني كل المناطق مركبين فيها والحمد لله. يعني اليوم فيه وعي كبير باللي رش المحوري هو المستقبل باش يكون انتاج اوفر. والله ان شاء الله نحن هلا الرايس يحكي غير على الزراعه بس، يعني لو ما نكون معناها تكون عندنا الزراعه ما يمشي الحال. الحمد لله يعني الناس توعت والمستثمرين توعوا ودخلوا في مجال الزراعه، يعني المقاولين، رجال الاعمال، يعني السنه هاي يعني دخلوا بكثره، يعني ما شاء الله، وربي يوفق الجميع ان شاء الله. شكرا لك التوفيق. ان شاء الله ربي يوفق ان شاء الله.